بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. نستمر معكم بالمحاضرة السابعة لمادة الـ Embedded System. اليوم راح ناخذ نظرة عامة عن الـ Structure of Assembly Language. الـ Assembly Language بشكل عام تتكون من عدة Instructions وعدة متكونة من عدة أسطر. كل سطر هو يحتوي على Label, Mnemonic, Operands و Comments. نشوف الليبل والاوبرانس والكومنتس موجوده بين قوسين، فهذا معناها انه هاي اوبشنال، يعني ممكن ان يكون الانستراكشن فقط يحتوي على نيمونيك، يعني لا يحتوي لا ليبل ولا اوبرانس ولا كومنتس، ويكون تنفيذ البرنامج بشكل صحيح. بعض الاحيان نحتاج ان نضع ليبل في بدايه السطر حتى نرجع له بالبرانش، مثل ما راح نشوف باليوم بهاي المحاضره. بعض من النيمونيك تحتاج إلى operands، مثلاً عندنا branch node 0 ما تحتاج operands، بينما move literal working register تحتاج إلى operands، يعني تحتاج إلى address أو تحتاج إلى data حتى نحملها بالworking register. كذلك بالنسبة للcomment، بعض الأحيان نحتاج السطر نكتب بـ comment، وبعض الأحيان يكون مفهوم ما يحتاج أي comment. فالأجزاء اللي موجودة بين قوسين هي ممكن optional، ممكن نضعها وممكن تكون غير موجودة، بينما النيمونكس هي شيء أساسي. فمثال على البرامج الأسامبلي لانجويج بالبيك مايكرو كنترولر هي هذا المثال. عندنا مثلا هنا label هو sum، هذا الجزء label هو يمثل ال sum، يمثل هو label، هذا الجزء label equal، عفوا هذا مو ليبل، sum equal 10 هكسا، يعني نعرف sum نسميه 10، راح نخليه هو 10 هكسا قيمته. بعدين origin 0، move literal working register 25 هكسا. هنا مثلا هذا جزء، هذا هاي كلها الأسطر ما بيها أي ليبل. نجي هنا نشوف انه الهير هو يمثل الليبل، go to هو النيمونكس، والأوبيراند هو هير. مثلا خلينا ناخذ هذا الإعاز، هنا ليبل ما موجود، موجود النيمونكس وموجود الأوبيراند وموجود كذلك الكومنتس. فإذا نشوف بهذا البرنامج سطر واحد فقط يحتوي على ليبل اللي هو هذا السطر هير، بقية الأسطر كلها ما بها ليبل، كلها موجود بها كومنتس. مثلا الأند فقط النيمونكس ما بي operands، وهكذا بقية بالنسبة لبقية الانستركشنز. فالموضوع مهم كذلك راح ناخذ اليوم هو كيف نزيد سرعة البروسيسر أو كيف نزيد قوة البروسيسر. نعرف إنه إحنا إذا زيدنا الكلوك فريكونسي معناته الوقت اللي راح يستغرق كل انستركشن للتنفيذ راح يكون أقل، لأنه نعرف إنه كل انستركشن ياخذ مثلا كلوك فريكونسي واحدة أو اثنين أو أكثر حسب نوع البروسيسر. فإذا زيدنا الكلوك فريكونسي يعني معناته راح نقلل التايم مال كل كلوك، فمعناته راح يتنفذ البرنامج بشكل أسرع. لكن أكو فد دروباك اللي هي كل ما زيدنا الفريكونسي راح يصير الباور، راح يزيد الباور اللي يستهلكه المايكرو بروسيسر، وبالتالي معناته راح تصعد الحرارة مال المايكرو بروسيسر فيحتاج نزيد الهيت سينك. طبعا كل هذا بحد معين، يعني مو احنا احرار انه ايش قد ما نزيد من الكلوك فريكونسي. كل مايكرو بروسيسر الى فد حد معين من الكلوك فريكونسي بعدها يعني بعد ما يقدر يشتغل، ما يقدر يصير اسرع من هذا الشيء اللي احنا نريده. النقطة الثانية اللي نزيد بها سرعة البروسيسر أو القوة مالته هو نستخدم الهافارد أركيتكتشر اللي هو مفصول بالباصز، واحدة للكود واحدة للداتا. مو يعني احنا أخذنا نوعين من الأركيتكتشر، فالهافارد أركيتكتشر يكون بالباصز مفصولة بين الكود وبين الداتا، وكذلك الكنترول باص. النقطة الثالثة انه نغير الانترنال اركيتكتشر مال السي بي يو، نستخدم الريسك اركيتكتشر، ريديوسد انستراكشن سيت كمبيوتر اركيتكتشر راح نستخدمها حتى نزيد السرعه.
شركة مايكروتشيب اللي هي مصنعة البيك مايكرو كنترولر استخدمت كل هذه التقنيات حتى تزيد سرعة المايكرو بروسيسور مالتها أو المايكرو كنترولر مالتها. أريد نعرف شنو الفيتشرز الخصائص اللي تتميز بها الريسك عن السيسك. الريديوس انستراكشن سيت بها عدة خصائص. الخاصية الأولى هي كل انستراكشن الحجم مالته ثابت، يعني مو مثل السيسك. السيسك بها مثلا يكون انستراكشن متكون من 1 أو 2 أو 3 بايت، بينما بالريسك متكون من عدد ثابت من البايتات. يعني ولذلك انه نشوف الريسك الانستراكشنز مالتها مختصرات، يعني ما مفهومه بشكل كامل. يعني مثلا نستخدم اور بس مثلا، او نستخدم اد مختصر، بالكان الاديشن او السبتراكشن بس مختصرات، ولهذا يسموه reduced instruction set. النقطة الثانية، one of the major characteristic is a large number of registers. كل مايكرو كنترولر او مايكرو بروسيسور يتعامل مع الريسك يحتوي على الاقل 32 ريجستر، فيكون عنده حرية وامكانية كبيرة بالتعامل مع الريجسترات، لان بسبب انه الانستركشنز مالته مبسطة. النقطة الثالثة، الريسك بروسيسور هاف ا سمول انستركشن سيت. الانستركشنز اللي يستخدمها الريسك هي مختصرة وبسيطة وقليلة. مثلا عندنا بالبيك مايكرو كنترول على سبيل المثال، عندنا الاد سبتراكت مالتيبليكيشن اللود الستور الاند اور اكس اور كول جامب وهكذا. طبعا هاي واحدة من النقاط اللي تخلينا نستخدم الهاي ليفل لانجويج، لانه اسهل بالتعامل واسهل بالكتابة من الريديوس انستركشن سيت. النقطة الرابعة بالخصائص مال الريديوس انستركشن سيت هي الـ most important characteristic للريسك بروسيسور is more than 95% of instructions are executed only by one clock. يعني كل تقريبا أكثر من 95% من instructions مال الريسك بروسيسور تتنفذ بكلوك سايكل واحدة، بينما بالسيسك ممكن قسم من instructions تتنفذ باثنين، ممكن قسم instructions بثلاثة كلوك سايكل، فمعناته الريسك تكون أسرع بالتنفيذ. النقطة الخامسة، الريسك بروسيسور هاف سيبريت باسز فور داتا اند كود. بالحقيقة الريسك بروسيسور عنده 4 باسز، 2 للداتا واثنين للكود. بالنسبة للداتا عنده باص حتى يجلب الداتا، وعنده باص حتى يحدد الادرس اللي يجلب من ادها الداتا، وكذلك بالنسبة للكود للاوب كود. الاوب كود عنده هم ايضا باصين، 2 باسز، البص الأول حتى يروح على الأدرس اللي يجلب من عنده الأوب كود، والبص الثاني حتى يجلب المعلومات من الأوب كود من ذاك الأدرس اللي حدده، يعني للداتا وللأدرس بالنسبة للأوب كود. وكذلك بالنسبة للداتا اللي يجلبها أيضا عنده أدرس وعنده داتا بص. فكل ريسك بروسيسور يحتوي على 4 بصز. راح ناخذ محاضرة اليوم نكمل الانستركشنز اللي اخذناها بالمحاضرات السابقة، فراح نتعرف على اللوبينج بالبيك مايكرو كنترولر. نعرف ان اللوب هو تعريف اللوب هو repeating sequence of instructions، يعني اذا اريد مجموعة من الانستركشنز نكررها اكثر من مرة راح التكرار مالتها راح نسميه هذا لوب. فابسط طريقة حتى نكرر مجموعة من الانستركشنز انه نكتبها الانستركشنز اكثر من مرة. مثلا بهذا المثال عندنا هنا نريد نضيف للوركينج ريجستر 3 قيمة 3 5 مرات، فش راح نسوي؟ نكتب هذا add literal working register 3 نكتبه 5 مرات. هاي ابسط طريقة باللوبينج انه نكرر الاعازة اللي رينا اكثر من مرة. لكن طبعا هذا ما ممكن نستخدمه بكل البرامج، يعني مثلا اذا رينا نجمع حافظ 1000 مرة، فما معقوله راح نكتب هذا الاعاز 1000 مرة، لذلك راح تقبط الميموري مال البيك مايكرو كنترولر وبعد البرنامج ما خلصان. ممكن نكرر فد عمليه 100000 مرة، فمعناها انه يحتاج لنا مساحه كبيره جدا من الرام حتى نكتب البرنامج اللي يريده، يعني راح نكتب هذا الاعاز 1000 مرة او 100000 مرة. ولهذا راح ننتقل الى طرق أخرى لللوب.
راح ناخذ instructions مهم هو decrement file register skip 0. هذا ال decrement file register skip 0 هذا ممكن يعني نستخدمه بشكل كبير باللوبينج. الإعاز راح يكون بهالشكل decrement file register skip 0، بعدها نكتب الفايل register، بعدها نكتب D يعني destination، مثل ما تعلمنا نكتب اما W او F، اذا W يعني working register، اذا F معناته الفايل register. هذا ايش راح يسوي؟ راح يروح على الفايل register، يقلل القيمة اللي موجودة به، والنتائج مالته يرجعها اما بالفايل register او بالworking register. ايش وقت يتوقف؟ يعني يتوقف اذا كان اذا كانت الكونتنت صفر، يعني من يوصل من يقلل مثلا عندنا 100 معناته يقلل 100 مرة، وبعد 100 مرة يخرج من هذا اللوب الى ان يوصل للصفر. راح نشوف الفلو شارت للديكريمنت فايل ريجستر سكيب 0. هو مثلا هنا اذا اريد نكرر المثال السابق اللي هو ضفنا به 3 5 مرات، راح نشوف هنا راح نخلي ليبل اسمه again وراها add literal working register 3، بعدين نقول decrement file register skip 0 count. الكاونت هو المكان اللي مخازنين به، الكاونت قيمته 5، يعني احنا خازنين بالفايل register count اللي موقع account قيمته 5. فراح ايش يسوي؟ يقلل من 5 يسويها 4، بعدين go to again وراها go to again، يروح عليه الاجين مرة اللوخ الى ان اذا صار الناتج مال الكاونت صفر، ايش راح يسوي؟ راح يسوي سكيبينج لهذا الانستركشن، يعني يعبر هذا الانستركشن وين يروح؟ يروح مباشرة الى الانستركشن اللي بعده. هنا يسوي سكيب اذا كانت القيمة مال الفايل ريجستر صفر، راح يروح الى الموف وركينج فايل ريجستر بورت بي، راح يروح يخزن النتيجة اللي حصلها بالبورت بي. كفلو شارت هو هنا اول شيء add 3 to working register، بعدين يروح يشوف الى decision، decision راح يقلل من الكاونتر، اذا 0 اذا yes 0 يسوي skip فيروح الى move data، اذا no يسوي repeat ويرجع مرت اللوخ يجمع 3 وهكذا يكرر العملية. يعني هذه العملية هنا تتكرر 5 times بقد عدد الكاونتر. احنا شقد مخلين بالكاونت؟ مخلين 5، معناتها تتكرر 5 مرات وراها تخرج. مثلا ان هنا اكزامبل write a program to فرع A clear working register، فرع B add 3 to working register 10 times and place the result in a special function register of port B. use هنا محددنا شنو الطريقة نستخدمها، use the decrement file register skip 0 instruction to perform looping. راح نشوف هنا شنو البرنامج. هنا راح نخلي count، الكاونت equal 25، هذا اللوكيشن 25، يعني count اسم اللوكيشن، اللوكيشن اللي هو 0x25، هذا طبعا احنا نختاره بالبرنامج ما محددنا بالسؤال، احنا نختار مثلا 0x50 0x25 اي مكان نخزن به قيمة الكاونتر. لكن هاي القيمة اللي هنا هي مو قيمة الكاونتر، قيمة الادرس للكاونتر. بعدها move literal working register دي 10 decimal 10 راح نخليها بالworking register، بعدين نخزن قيمة الworking register بالcount اللي هو معناته الادرس. يعني بهاي الخطوة راح يكون اللوكيشن 25 بالهكسا، راح يصير بداخله 10. بعدها move literal working register 0، هاي حتى نسوي clear لل working register. بعدها نسوي loop هنا نسميه again add literal working register 3 decrement file register skip 0 count f، يعني راح يقلل ال count اللي هو 10 يسوي 9 ويخزنه وين؟ يخزنه بالfile register، يعني نفس المكان. إذا صار 0 فش يسوي؟ يعبر هاي الخطوة. اذا صار صفر وين يروح؟ يروح هنا اذا كان يساوي صفر هنا يروح، اذا لا يساوي صفر
وين يروح؟ يرجع إلى هنا go to again، يرجع يجمع ثلاثة ويقلل من الكاونتر ويرجع مرة ثانية check صفر، لو لا يساوي صفر، إذا لا يساوي صفر يرجع يكرر مرة أخرى يجمع ثلاثة ويقلل الفاير ريجستر إلى أن الفاير ريجستر يساوي صفر. إذا صار صفر يسوي skip لهذا الأدرس، skip لهذا السطر ويذهب إلى السطر اللي بعده مباشرة، يعني move working file register port B. فهاي طريقة اللوبينج باستخدام decrement file register skip 0. عندنا طرق أخرى instruction اسمه branch node 0 نستخدمها لللوبينج. هنا نشرح يصنع عندنا مثلا، طبعا هذا موجود بالبيك 18 فاميلي بالبيك 16 وبالبيك 12 فاميلي ما موجود، فممكن اذا نستخدم البيك 16 او بيك 12 نستخدم البرانش نستخدم decrement file register skip 0، اذا بالبيك 18 ممكن نستخدم برانش نوت 0 او نستخدم القبله لعاز القبله. البرانش نوت 0 شلون راح يشتغل؟ هنا راح نسميه، عندنا برنامج كاتبيه هنا، بعدين decrement file register راح نقلل file register، اذا قللناه وصار صفر فمعناته status register راح يأشر لنا انه صار ناتج صفر، فراح يصير اذا not zero وين يرجع؟ يرجع الى الباك، اذا zero يعبر هذا الباك وين يطلع؟ يطلع على السطر اللي وراه. هنا نكمل البرنامج، فbranch not zero اما يرجع للبداية احنا نعطيه المكان اللي يرجع له، او شو يصير؟ او يكمل البرنامج. فكمثال عندنا هنا اريد برنامج نكتب يسوي كلير للورك ريجستر ويجمع ثلاثة عشر مرات مثل المثال اللي قبله، لكن باستخدام البرانش نوت زيرو. هنا راح يصير الكاونت يساوي 25، هذا الادرس اللي راح نخلي به قيمة الكاونتر. موف لترال وركينج ريجستر دي 10، يعني الديسيمال 10 راح نخليها وين؟ بالادرس اللي هو 0x25 بهذا الإعاز. بعدين موف لترال وركينج ريجستر 0، هذا سوينا له كلير للوركينج ريجستر. بعدين اد لترال وركينج ريجستر 3 ديكريمنت فايل ريجستر كاونت واخزنها بالاف، راح يقلل قيمة الكاونت اللي هي بالبداية 10 راح تصير 9 ويخزنها وين؟ يخزنها بالاف. بعدها يروح الى هذا الإعاز اللي هو برانش نوت زيرو اجين، اذا الناتج لا يساوي صفر يعني الكاونتر بعد به قيمة يذهب وين؟ يذهب الى الاجين، يعني يجمع ما يجمع الى محتويات الوركينج ريجستر ثلاثة اضافية. اذا زيرو شو يسوي؟ يروح الى الإعاز اللي بعده، هذا اذا يساوي صفر، هنا لا يساوي صفر، اذا يساوي صفر وين يروح؟ الى الموف فاير ريجستر بورت مورك موف وركينج فاير ريجستر بورت بي، ايش قد موجود محتويات بالوركينج ريجستر يخرجها الى البورت بي. الفلو شارت مال البرنامج اللي شرحناه قبل شويه هو هذا. هنا أنا اول شيء راح يصير لودينج للكاونتر، نخلي قيمه 10 بي، بعدين طبعا لود كاونتر انتو لوكيشن، بعدين الكاونتر خلينا ب 10 بالوركينج ريجستر، بعدين الوركينج ريجستر خزناها باللوكيشن، فراح يصير عندنا هذا الإعاز معناته خزنت باللوكيشن 0x25. بعدها راح اسوي كلير للوركينج ريجستر، بعدها راح نضيف نسوي هذا اللوب اللي هنا، هذا اللوب هنا عندنا اد فاليو ديكريمنت كاونتر ونشيك الكاونتر، اذا يساوي صفر نطلع هالاوتبوت الى البنز، اذا لا يساوي صفر نرجع نضيف ثلاثة اخرى وديكريمنت نقلل الكاونتر وايضا نشيك وهكذا. طبعا الفلو شارت جدا مهم تصميم البرنامج، يعني في بعض الاسئلة يحتاج ترسم فلو شارت حتى تكون مفهومة عندك قبل ما تكتب البرنامج. هنا عندنا مثال او سؤال، what is the maximum number of times that the loop in example 3.2 او الاكزامبل اللي قبله يعني can be repeated، يعني هذا المثال اللي قبله كم مرة نقدر نكرر هذا اللوب؟ هذا سؤال جدا مهم.
الحقيقة اللي نقدر نكرر هذا انه نقدر نكرره 255 مرة، لانه احنا نعرف انه كل الريجسترات او اللوكيشنز اللي بالبيك مايكرو كنترولر متكونة من 8 بت، فاكبر رقم نقدر نخزنه بال 8 بت، يعني احنا نعرف انه الكاونت هو ادرس هذا 0 اكس مثلا 25 اللي استخدمها بالمثال السابق، هذا عبارة عن ادرس، والادرس ب 8 بت. هاي ال 8 بت اكثر شيء نقدر نكتب بها هو 255، فمعناته اكثر شيء نقدر نكرره بهذا اللوب 255 مرة. زين، اذا اردنا اكثر من 255 مرة ايش راح نسوي؟ راح نسوي نستد لوب، يعني راح نسوي لوبس واحدة بطن الاخرى، يعني واحدة بداخل الاخرى، يسموها نستد لوب، يعني لوبات متداخلة. مثل بالضبط البرمجة مالتنا احنا، مثلا اذا ماخذين برمجة، اذا اريد مثلا عندنا ماتريكس بها روز وكولومز، فش نسوي؟ ايش نحتاج؟ نحتاج الى نستد لوب، لوب نخليه للرو ولوب نخليه للكاونت للكولوم. فهنا عندنا بالضبط اذا عندنا اكثر من 255 تكرار لفد عملية معينة او فد لوب معين، راح نسوي لوبين، لوب بداخل لوب اخر، لوب خارجي ولوب داخلي. مثلا هنا احنا نريد 700 مرة، 700 مرة هذا بما انه هذا الرقم اكبر من 255، فاذا لازم نستخدم نستد لوب. شلون راح نسوي النستد لوب؟ النستد لوب راح تكون بالشكل التالي، هنا عندنا راح نسمي ال R1 equal 25، R2 equal 26. هنا راح نخزن، راح نختار موقع، يعني الموقع الأول لل R1 هذا أدرس بالميموري، وهذا أدرس آخر للميموري سميه R2. راح نسمي count 1 نخلي به قيمة 10، والcount 2 نخلي به قيمة 70. طبعا احنا نقدر نختار أي رقمين بحيث يكون ناتج ضربهم 700، يعني هنا 10 في 70 يساوي 700، لأن احنا نريدها 700 مرة. يعني ممكن نختار 35 في 20 أيضا 700، لكن لازم ما يتجاوز أي واحد من أتهم 255. بعدين هنا عندنا move literal working register 0x55، راح يصير قيمة ال working register 55. move working file register port B، راح يكون port B يساوي 55 هكسا. move literal working register counter A، هنا راح نخزن الكاونتر اي اللي قيمتها 10، راح نخليها بالوركينج ريجستر، الوركينج ريجستر راح يكون 10. هاي العشرة وين راح نخزنها؟ راح نخزنها بالموقع اللي هو 0x25 بهذا الإعاز اللي هو موف وركينج فايل ريجستر R1. يعني خلينا هسه الموقع 25 خلينا بيه 10. بعدين هنا راح نسمي لوب 1 move literal working register count 2، هنا راح نخلي الworking register يساوي 70، وراح نخزن هاي 70 بالR2. نشوف هذا اللي عازين راح تتكرر، فراح نخلي لها label. ليش راح تتكرر؟ لأن هذا راح يصير اللوب الداخلي، اللوب الخارجي هو هذا صار قيمته كاونتر واحد اللي هو 10. اللوب الداخلي 70 راح يتكرر أكثر من مرة، راح يتكرر 10 مرات، فراح لازم نسوي له label. بعد هش راح يصير؟ راح نسمي لوب آخر، لوب 2 اللي هو complement port B special function register، راح يصير complement للfile register port B ونخزنها بالF. decrement file register R2، راح نقلل R2 ونخزنها بالF. branch not zero loop 2، هذا ايش راح يصير؟ هاي مجموعة راح تتكرر بقد عدد اللوب 1، يعني بقد تتكرر 70 مرة، يعني هنا راح يدخل الى اللوب 2 70 مرة. بعدها من راح يتكرر 70 مرة، راح يقلل اللوب الخارجي اللي هو 10، راح يقلله يسوي 9. هنا راح يصير يقلل R1 اللي هو قيمته 10، راح يصير 9. اذا 0 هو بعد ما صار 0، فبما انه مو 0 راح يروح الى اللوب 1 هذا، اللي هو ايش راح يسوي؟ راح يحمل الكاونتر، راح يحمل الكاونت 2، راح يحمله مرة اللوق 70 جديدة، وينعاد هذا البرنامج اللي هو هذا الكومبلمنت، هذا الكومبلمنت راح ينعاد 700 مرة.
إذا زيرو ورا ما يكمل، يعني ورا ما تكمل الكاونتر الخارجي 10 راح يخرج إلى ال بعده، مثلا يكون end أو شيء مثلا، أو يكمل البرنامج وهكذا. فبهذه الطريقة حققنا البرنامج اللي هو رايد من عندنا، write a program to load the port B special function register with a value 55 هكسا، حملناها بالبداية، وبعدين نسوي complement للبورت B 700 مرة. نرجع ناخذ نظرة سريعة إلى البرنامج. المطلوب من عندنا إنه نحمل قيمة 55 هكسا إلى البورت B، وبعدين نسوي لها complement 700 مرة. فببداية تعريفات الـ R1 equal 25 هكسا، هذا حجزنا موقع لل R1، بعدين حجزنا موقع إلى ال R2 لللوب الثاني، خلينا قيمة 10 باللوب الأول وخلينا قيمة 70 باللوب الثاني باعتبار أنه 10 في 70 يساوي 700. بعدين أخذنا قيمة 55 هكسا أرسلناها إلى البورت B، وذلك أكملنا الجزء A من المثال. بعدين إيش سوينا؟ سوينا لوبين، لوب خارجي ولوب داخلي. اللوب الخارجي قيمته 10 واللوب الداخلي قيمته 70، يعني اللوب الخارجي يتكرر 10 مرات واللوب الداخلي يتكرر 70 مرة، فالناتج الكلي هو 70 في 10 يعني 700 مرة. إذا احتاجينا أنه نسوي 100,000 مرة، فمعناها 100,000 هي طبعا إذا عدنا 2 registers معناتها هي 2 أس 24 عفواً 65,000 اللي هي 255 في 256 اللي هي 65,000. بما أنه 100,000 أكبر من 65,000 فمعناها نحتاج إلى 3 لوبات هالمرة، أيضاً يسموها nested loop، يعني لوبات متداخلة. مثلاً 100,000 مرة، إيش راح نسوي؟ راح نسوي 100 في 100 في 10، راح يصير الناتج 100,000. وبنفس الطريقة نعرض أدرس لل R1، أدرس لل R2، والأدرس لل R3. هنا أنا R3 هاي غلطانين، R3. بعدين راح نسوي counter 1 100، counter 2 100، counter 3 10. نسوي بالبداية الفرع A اللي مطلوب انه نخلي 55 بالهكسان، نخليها بالبورت B. بعدين نخزن move literal work register count 3 الى R3، نخزنها بالموقع R3. count 3 قيمتها 10، وراح نخلي هنا بهذا اللي عازين راح يكون ال R3 يساوي 10. يعني اكو عندنا ادريس قيمته 0x3 راح نخلي به قيمة 10. هاي العشرة الخارجية اللوب تمثل اللوب الخارجي. بعدين شو راح يصير عندنا؟ لوب 3 اللي هو موف لترال وركينج ريجستر كاونت 2، راح نخلي هذا الإعاز راح يتكرر 10 مرات، وهذا الإعاز راح يتكرر، هذا الموف لترال وركينج ريجستر موف إلى حد هذا راح يتكرر 100 مرة. اوكي، فهسه راح يصير عندنا 100 ب100 ب10، يعني راح يصير 100 في 100 10,000 في 10 100,000. فهنا الموف لترال وركينج ريجستر كاونت 1 موف وركينج فايل ريجستر ار 1 كومبلمنت فايل ريجستر بورت بي راح يسوي كومبلمنت. بعدها ايش راح يصير؟ راح يقلل الار 1 ويتشيك، اذا هو 0 اذا هو لا يساوي 0 راح يرجع يعيد، اذا هو 0 يرجع يروح الى اللي بعده اللي هو راح يقلل قيمة قلل الكاونتر 1 من اللوب الثاني، وأيضا يتشيك إذا أوكي أوكي، إذا مو أوكي يروح إلى اللوب 2 وهكذا. فإذا راح يصير عندنا 3 لوبات متداخلة، أيضا هنا راح يتشيك إذا أوكي أوكي، إذا مو أوكي يعني إذا لا يساوي 0، يعني إذا مو وصل للصفر بالكاونتر الخارجي راح يروح يكمل اللوب 3، إذا يساوي 0 راح يخرج من البرنامج أو يعني يكمل. اكو انواع اخرى للجمب، هي برانش كاري، برانش نوت كاري، برانش زيرو، برانش نوت زيرو، برانش نيجاتيف، برانش نوت نيجاتيف، برانش اوفر فلو، برانش نوت اوفر فلو. كلها تعتمد على كونديشنز بالستاتس ريجستر مثل ما تحدثنا.
مثلا برانش 0، احنا قبل شوي اخذنا برانش نوت 0، هسه برانش 0. اذا كان الناتج صفر يدخل الى يعني يسوي فد اوبريشن معين او ينتقل الى مكان اخر. مثلا هنا over move file register port bw read port b and put it in working register. من راح يقرأ البورت بي ويخليه بالworking register راح يأشر status register. إذا صفر يسوي معناته يعطينا z يساوي واحد، إذا لا يساوي صفر معناته z يساوي صفر. اعتمادا على هاي القيمة راح هنا branch 0، هي هنا مكتوب jz يعني jump 0، طبعا هذا ممكن نكتبها branch 0 branch 0 over. فإذا البورت بي كلها أصفار وقراها وكلها أصفار شو يسوي؟ يروح إلى الأوفر. يعني مثلا ينتظر إلى أن تجي فت قيمة معينة بالبورت بي يلا ينتقل إلى الإعازات الأخرى. إذا لا يوجد أي قيمة بالبورت بي يظل يشيك على البورت بي يشوف إلى أن تتغير قيمته. طبعا نقدر شفنا اللوبات لها أكثر من طريقة، برانش 0 برانش نوت 0 ديكريمنت فايل ريجستر وهكذا، لكن أفضل طريقة واللي هي معتمدة بالبرامج هي decrement file register skip note 0، هي أفضل طريقة وأضمن طريقة حتى نسوي بها loop. هنا عندنا write a program to determine if file register location 0x30 contains the value 0. If so، إذا كذلك يعني إذا موجودة قيمة 0 file register نخلي 55 في هذا الموقع. يعني إحنا مختصر المثال إنه هذا الموقع أريد نشيك داخله 0، إذا بداخله صفر نخلي به قيمة جديدة اللي هي قيمة 55 هكسا، إذا لا يساوي صفر إذا لا يساوي صفر نترك هذا نكمل البرنامج مثل ما هو. فراح نسمي هنا الماي لوكيشن 0x30، ماي لوكيشن إيكوال 0x30، هذا الماي لوكيشن هو راح يصير الموقع مال الأدرس هذا. موف فايل ريجستر ماي لوكيشن اف، إيش راح يسوي هسه هنا حتى نشيك إنه هذا الصفر إذا تتذكرون قلنا هذا الإعاز شنو فايدته؟ ياخذ القيمة مال الفايل ريجستر ويخليها بنفس المكان مالتها. إذا بيها صفر فمعناته راح يأشر لنا ستيتس ريجستر، إذا ما بيها صفر ما راح يتغير أي شيء بالبرنامج. فهنا راح وراها برانش نوت زيرو، برانش نوت زيرو نيكست، يعني إذا كان عندنا اللوكيشن 0x30 لا يحتوي على صفر يروح إلى النكست يعني يكمل البرنامج. اما اذا كان بي صفر فايش راح يصير؟ راح يسوي موف لترال وركينج ريجستر 0x55، راح يحمل الوركينج ريجستر بقيمه 55 هكسا، وبعدين راح يخزن هاي القيمه قيمه الوركينج ريجستر بالفاير ريجستر ماي لوكيشن مثل ما رايد بالمثال. البرانش نوت كاري، البرانش نوت كاري عندنا إذا موجود كاري فمعناته يسوي برانشينج. إذا نوت كاري يعني إذا مو موجود كاري يسوي البرانش، إذا أكو كاري يكمل البرنامج. فراح نشوف مثال هنا، مثال هذا مهم لأنه يعلمنا كيف نتعامل مع أكثر من 8 بت. إحنا نعرف المايكرو كنترولر هو 8 بت مايكرو كنترولر، إذا عندنا داتا متكونة من 16 بت شلون راح نتعامل وياها؟ فهنا عندنا find the sum of the value 79 هكسا F5 يمكن أصور هنا غلطانين F5 هكسا and E2 هكسا، والناتج نخليه بالفايل register location 5 لللو بايت ولوكيشن 6 للهاي بايت. يعني اللو بايت نخليه بالخمسة والهاي بايت راح نخليه بالستة. ليش أكو لو بايت وهاي بايت؟ لأنه إذا جمعنا ذني الأرقام ثلاثة ما راح يطلع الناتج من 8 بت، راح يتكون من 16 بت، راح يكون بي كاري. فهنا راح نعرف ال L بايت يعني اللو بايت الموقع مالته 0x5، ال H بايت 0x6، يعني راح نخلي أدرس مال اللو بايت 0x5 0x5 والهاي بايت 0x6. أوريجين 0 هكسا بداية البرنامج، بعدين موف لترال وركينج ريجستر هنا حتى نصفر الوركينج ريجستر. الإعاز اللي بعده موف وركينج فاير ريجستر اتش بايت، هنا راح نصفر الهاي بايت
لأنه احنا نريد هاي بايثون نريد نخليه للكاري، فراح نخليه بالبداية صفر حتى نضمن انه النتيجة ما موجود ب فد قيمة معينة، اللي راح نشيك على القيمة مال الهاي بايت. بعدين add literal working register، هنا أنا راح نخلي ال working register بقيمة صفر، فراح نحمل بيه كأنما أول قيمة اللي هي 79 بالهكسا. بعدين branch not carry n1، إذا ما عندنا carry راح نروح إلى ال n1 اللي هو إيش راح يصير عندنا، add literal working register الرقم الثاني اللي هو f5. زين اذا عندنا كاري ايش راح يسوي، راح يزيد لنا الهاي بايت، increment file register هاي بايت f، يعني راح يسكن ما راح يصير عندنا لو بايت هنا والهاي بايت هنا، هذا ال h وهذا اللو. الهاي بايت القيمة مالته زيدها واحد، يصير زائد واحد اذا عندنا كاري، اذا ما عندنا كاري كل شيء ما يصير بها فظل صفر. فاعتمادا ورا ما يسوي الاوبريشن مال الجمع باللو بايت، اذا كانت الناتج بكاري يزيد الهاي بايت واحد، اذا ما بكاري كل شيء ما يسوي. فاذا هنا راح يجمع الاد literal working register 79 هكسا، بالبداية احنا عندنا 79 هكسا فراح يجمعها ويا صفر، لانه يعني اصلا بالworking register كان صفر فما راح يصير شيء. لكن بعدها اذا جمعنا مع f5 add literal working register 0xf5، هنا عندنا branch not carry، اذا ما عندنا carry شي يسوي، يروح يجمع القيمة الثالثة والاخيرة، اذا carry اكو شي يسوي increment file register h byte ويحطه ايضا نفس المكان بالفايل ريجستر. يعني هسه بالبداية صار 79 جمع حوالي صفر فما طلع كاري، بعدين جمع 79 ويا الاف 5 نجمعها، اذا طلع كاري، اذا طلع كاري بعد الجمع شي يصير الهاي بايت يزيد واحد، يعني كأنما هذا الهاي بايت مخصص لخزن الكاري. اذا ماكو شي يسوي يخلي يبقي صفر ما يغير بي شي، وبعدها يجمع ورا الناتج ما طلع الاخير يجمع ويا الناتج الاخير القيمة الاخيرة اللي هي e2. هنا add literal working register e2، بعدين branch not carry over، اذا ماكو carry يروح على هاي الover اللي هي الناتج مع الworking register كله يخليه باللو بايت ويخلص البرنامج end. اذا اكو كاري شي يسوي يزيد لنا الهاي بايت واحد، وبعدها يكمل البرنامج اللي هو ياخذ قيمة الوركينج ريجستر يخليها باللو بايت. فهذا البرنامج مهم حتى نتعامل شلون نتعامل مع نجمع ارقام والناتج مالته يكون اكثر من 8 بت. هاي التفصيل مال الميموري لوكيشن شلون راح يكون. الوركينج ريجستر هنا 79 فالهاي بايت راح يكون قيمته صفر، الوركينج ريجستر صار 6E والهاي بايت صار قيمته واحد لأنه صار عندنا كاري بالجمع الأول والأول والثاني، يعني الجمع الرقم الأول والثاني صار عندنا كاري، بعدين من جمعنا الرقم الثالث أيضا صار كاري فزيدنا الهاي بايت صار عندنا قيمته 2، يعني صار الناتج هو 2 بالهاي بايت و50 باللو بايت. هذا اللو بايت قيمته 50 والهاي بايت قيمته 2، يعني اذا اريد نمثلها راح يصير عندنا هنا عندنا 0 0 0 2 هذا الهاي بايت، واللو بايت 0 0 5 0 اللو بايت. عندنا unconditional branch اللي هي go to والبرا يعني البرانش، هنا مباشرة بدون أي condition مباشرة احنا نحتاج في مرحلة من معينة من البرنامج انه نسوي go to الى فد مكان اخر او branch الى مكان اخر بالبرنامج. وعندنا كذلك ال call وال return، احنا نحتاج في بعض البرامج انه نسوي subroutine، لان هذا subroutine دائما نحتاجه بالبرنامج، دائما نحتاج نكرر فد operations معين، فنروح الى ال subroutine، فراح نستخدم call حتى نروح الى السب روتين، عفوا نروح الى الكول حتى
نروح نستخدم الكول حتى نروح إلى السبروتين، وبعدها ورا ما نكمل السبروتين نستخدم الريتيرن حتى نرجع إلى المكان اللي إحنا كنا به. مثلا هنا كمثال أو كالبرنامج شلون يتكون، يتكون هنا من مين بروجرام، هنا عندنا مين بيكول سبروتين 1 فيروح إلى السبروتين 1، ورا ما يكمل السبروتين 1 ياخذ ريتيرن، يعني الريتيرن يرجعنا وين؟ إلى المكان اللي كنا به. بعدين كول سبروتين 2 يروح إلى السبروتين 2، ورا ما يكمل السبروتين يرجع إلى المكان اللي احنا كنا به، وكذلك السبروتين 3 بعد ما يكمل يرجع إلى السبروتين 3 ويكمل. هذا الستركتشر العام للبرنامج اللي بيه سبروتين. نحن نتوقف بهاي المحاضرة وإن شاء الله نكمل على الأسبوع القادم. شكرا جزيلا.